اللي تسألوني عنه ترى ولي عمي صغرى. أهلاً وسهلاً. معلم الكبير خليل بلوشي. يا مرحبا. صاحب الحنجرة القوية. الله يجزاك خير بارك الله فيك. طبعاً يصير ولد عمي يا واسطة. السلام عليكم. مع الخير. ها؟ المصدر. حياك من أمورة البصرة يا حبيبي. توقعاتك. ها؟ عادي. تورطت. فزنا خسرنا الأمور طيبة. احنا اليوم فرحنا مرتين بتأهل العراق وبتأهل المنتخب من مباراة اليوم. اللي اخذها مبروك عليه واللي خسر نقول له لك ان شاء الله من الله خير. لكن شو رايك باجواء البصرة؟ يا سلام جميل. انا دائما هاي زيارتي الثالثة طبعا. الحمد لله. انا بسببك ترى جيت شفت تغطيتك السابقة ولما كان بيجي خليجي سببك ان شاء الله يجون العمانيين زيارة ان شاء الله. بيك انت احنا تلامذتك وانا دائما هذا الانسان اتعلم منه اشياء كثيره. الله يسعدك خير بارك الله فيك. الله يسعدك دائمي يا هلا بيك. شكرا يا هلا. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.